السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الإبداع للشروحات المحاسبية. ده معكم أحمد علي، وطبعا إحنا كنا لسه مخلصين المثال السادس، هندخل دلوقتي على المثال السابع. طبعا هو في الكتاب صفحة 94 تمرين الثاني. هنبدأ نشوف كده، بيقول لك في ميال البيانات المتعلقة بأقسام الإنتاج الثلاثة في مصنع كليوباترا بعد توزيع التكاليف مراكز الخدمات عليه. تمام، بيقول لك مركز ألف ومديك كل حاجة عنه. أول حاجة بيقول لك احسب المعدل الشامل على مستوى المصنع ككل. بيقول لك هات المعدل الشامل، يعني هات المعدل الشامل يعني هتجيب إجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة إجمالي مقسومة على عدد ساعات المباشرة، يعني بمعنى أصح التكلفة على المسبب التكلفة. التكلفة كانت عندك كام؟ ومسبب التكلفة كان عندك كام؟ واحنا هنعمل عمليه قسمه ل 450,000 على 150,000، وده نسميه المعدل الشامل، والناس تركز عشان هنستخدمه. ألف على 150,000 هيديك 3 جنيه. تمام؟ هيديك كام؟ 3 جنيه. ده كده أول مطلوب. تاني مطلوب بيقول لك احسب معدلات التحميل الجزئية على مستوى مراكز التكلفة. معدلات التحميل الجزئية بتساوي إيه؟ هنا هتمسك لي يعني حاجات فردية بقى، هتمسك لي كل مركز صناعي غير مباشر، كل مركز على عدد ساعات المباشرة، بس من حيث برضه تكلفة الصناعية غير مباشرة على عدد ساعات المباشرة. فكده مع بعض هنبدأ نجيب معدل التحميل الجزئي بس ألف وجنيه. هنا هنعمل ايه؟ هنجيب التكاليف الصناعية غير المباشرة كانت ب 62,000، نقسمها على كام؟ على ال 40,000. في الآخر نجيب النواتج 15,000 على 500 على 57,500. تمام؟ جيم 273,000 على 52,500 كام؟ 3 هيديك معدلات التحميل بتاعك. جيب لها الحسبة بتاعتك. أول واحدة هتديك جنيه 55 قرش. تمام؟ ب 15,000 نقسمها على 5700. كام دي؟ المفروض 115,000 يا جماعة، 115,000 على 5700 هيديك 2 جنيه. تمام؟ رقم الجيم 273,000 قسمها على 5,250 هيديك 5 جنيه و2 من 10. كده انت طلعت معدلات التحميل الجزئيه للمصنع ككل. تمام، هنبدا بقى ندخل على رقم 3. بيقول لك اعداد قائمه التكاليف العمر الانتاجي 504 لسنه 2016 مستخدمه للمعدل الشامل تحميل التكاليف الصناعيه مره والمعدل الجزئي مره. بمعنى صح هنعمل ايه؟ المعدل الشامل اللي احنا طلعناه كان 2 جنيه هنضربه في كل ساعات هنستخدمه، يعني دلوقتي الناس بس ما تتوهش. ومعدلات التحميل الجزئيه هنستخدمها كله بما يخص المركز بتاعه. تمام؟ فاحنا كده نبدا نركز مع بعض. الارقام دي نحتفظ بيها طبعا في ورقه مهمه عشان نرجع لها تاني. هترجع بقى لمعدلات التحميل الكليه والجزئيه. تمام؟ هنجيب بقى ايه؟ قائمة التكاليف العمر الإنتاجي 504 سنة 2016. نعمل الجدول بتاعنا. تمام؟ هنجيب بقى التكاليف الصناعية غير التكاليف الصناعية المباشرة اللي هي مواد وجود. طبعا هو مدالك هنا في أول صفحة 95 في الكتاب مديك إجمالي التكاليف المباشرة للمواد والأجور، مدالك هنا
22500 زائد 52500 اجمعهم لي كده يلا. هيديك 104750. هتكتب لي بقى هنا التكاليف المباشره، ايه المباشره هيديك كام؟ 104750. 104750. تعال بقى نجيب التكاليف الصناعيه غير المباشره، تجمعها عليها يعني. تمام. هنا طالما قال لك معدل تحميل المصنع ككل كده، انت أول شغال بالطريقه الاجماليه يعني بمعنى صح بتاعه طريقه تحميل المصنع ككل. طيب معدلات تحميل هتمشي معاك ازاي؟ انت تشوف انت عندك كم ساعه عمل مباشره. عندك هنا 5000، هو مدالك معطيات برضه بصفحه 95 في الجدول، ساعات عمل مباشره 5000 و2000 ونص و15000. تبدأ تجمع ال 5000 و 2000 ونص و 15000 هيدوك 15، نجمعهم ما نكذبش برضه 22500 ساعة عمل. تمام. هتبدأ بقى تاخد ال 22500 دول مرة واحدة وتضربهم في ال 3000. تمام. تمام كده. نبدأ نضرب 22500 في 3 هيديك 67500. نجمع بقى 76500 ولا 104750. هيديك 172000 250. كده احنا جبنا اجمالي التكاليف الصناعيه للامر الانتاجي 504 سنه من 2016. نخش بقى على الحته المهمه اللي هي بتاعت تكاليف معدل التحميل الجزئي. تمام. نفس الجدول بس الارقام الثانيه اللي هتختلف. تكاليف صناعيه مباشره، تكاليف صناعيه مباشره معانا عادي خالص. هنخش بقى الاختلاف عندنا في تكاليف صناعيه غير مباشره. هنستخدم معدلات التحميل الجزئيه. يعني ايه هنستخدم معدلات التحميل الجزئيه؟ يعني نضرب كل ساعه عمل كل مركز الف ل 5000 هنضربها في معدل التحميل بتاعه. تمام. واحده بس اسفين جدا، هنضربها في معدل التحميل بتاعه. يعني هنشوف مركز الانتاج الف ليه 5000 ساعه. انا كنت مطلع معدل التحميل الجزئي بتاع الف كان بجنيه 55 قرش، يبقى نضرب ال 5000 في جنيه 55 قرش. يبقى تكاليف غير مباشره هتساوي تكاليف غير مباشره معايا 5، معايا 5000 لالف. تمام. تكلفه مركز انتاج الف يبقى الف ب ج. ألف كان بألف كان ب 5000، التاني كان ب 2000 ونص، التالت كان ب 15000. اضرب بقى في معدلات التحميل بتاعتك كانت بكام؟ جنيه ونص، 2.25. تمام؟ هتضرب في معدلات التحميل. أول ما تضرب في معدلات التحميل هتطلع الإجمالي بتاعها، هيطلع معاك 7750، الثانية 5000، الثالثة 78. هنجمع هيدينا في الآخر 195500. وبكده نكون انتهينا من شرح المثال رقم هو المثال رقم 2 بس في التطبيقات هو المثال رقم 7. وبكده نكون انتهينا منه.
وإن شاء الله انتظروا في الحلقات القادمة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.